مساء الخير يا مدام ايمان. اتاخرت كده ليه يا شوق؟ معلش انا اسف والله، كنت بتمم على البوابات. حد سال عليا النهارده؟ لا خالص. ولا حد راح عند الاتيليه بتاع ميرا؟ ولا على اتيليه ميرا. غريب، انا بقى لي 3 ايام الزباين بيلغوا مواعيدهم معايا ولا زبون بيخش لي المحل. معلش ما تستعجليش، بكره هبقى احسن من الاول ان شاء الله. ان شاء الله. طب امسك امسك دول وزي ما اتفقنا. ها، متشكر متشكر والله، مش عارف اقول لحضرتك ايه. شكرا. شوقي. نعم. عارف يا شوقي، لو طلعت بتضحك عليا وبتلعب مع مير عليا هعمل فيك ايه؟ عيب يا مدام ايمان، ده انت ست الكل وخيرك عليا. طب يلا اتكل. حاضر. بقى هو الموضوع كده بقى، بتدفعي لبتوع الامن عشان يسرقوا الزباين ويجيبوهم لك. انت سبلت بنفوخك يا ميره، انا محتاجه اسرق زباينك انت؟ امال شوقي بيعمل هنا ايه؟ والفلوس اللي في ايده دي ايه؟ في مليون سبب يخلوا شوقي هنا ومليون سبب يخلوني اديله فلوس. عارف يا شوقي، لو اكتشفت ان انت بتجيب الزباين هنا هعمل فيك ايه؟ عيب يا مدام ميره. طب امشي من وشي دلوقتي. حاضر. فلتت مني المره دي يا امي. الا ازاي يوسف ابن كريم؟ زي عمر ابن سمير بالظبط. وابعي تلعبي معايا اللعبه دي، اللي انت ماسكاه عليا انا ماسكه عليكي اوسخ منه. انت اللي جايه تنطيلي هنا، جايه تجرسيني في الاتيليه بتاعي؟ مش انت اللي بتخطفي الزباين بتوعي؟ انا بخطف الزباين بتوعك؟ انت عارفه كويس قوي ان انا شغلي حلو وبيلم الزباين حواليا. فاكره من ايام ما كنت بتشتغلي حنتي؟ لا، ما هو انتوا ما تقفلوش تليفوناتكم انتوا الاثنين واقعد الف عليكم في الشوارع. انتوا كنتوا بتتخانقوا ولا ايه؟ لا يا راجل، بنتخانق ايه؟ احنا كنا بنتكلم مع بعض. اكشلي انا مش عايز اعرف، وانا مش مصدق الوش الجميل اللي انتوا مصدرينه لي اليومين دول، بس ارجوكم خلوكم اعملوا كده عشان انا على اخري منكم انتوا الجوز. خلصوا اللي انتوا بتعملوه، تعالوا عندنا حفله كبيره في الكومباوند لازم نحضر لها. فكرت في حاجه؟ اه يا حبيبي، ايه رايك في مرمر؟ لا بلاش مرمر، مراتي كانت بتدلعني بيه قبل الجواز وبصراحه تحس انه فرافيري كده، مش مرتاح. طب اعمل لك ايه؟ مرايا غلبتني معاك. دلعيني بريعو. ريعو بلدي قوي يا مرايا. ريعو، اصل انا بحب الاتحاد وفي الاتحاد قوه. اسمعي مني بس. ماشي يا ريعو. حلو ريعو؟ حلو. يبقى النهارده متكل على الله انت عشان عود ابراهيم ابني جاي. طب فرصه عرفني عليه. لا اعرفك على مين بعدين، بعدين انا اعرفك. ده ابن كلب ياكل مال النبي، طير انت. طيب سلام يا ريان. سلام يا رحمه.